ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين. انا للادي عايا ضيف كوميديان مع مرتبة الشرف، هو سر نجاح اي عمل بيشارك فيه، وفي الوسط الفني معروف بجدعنته وطيبة قلبه. هو الفنان، هو خداش، هو فرعون، هو البيجامة، هو كمان عبد موافق مواسم السينما المصرية. هو الفنان محمد لطفي. لا ليديز فيرست، لا لا اتفضلي انت الاول. لا اتفضلي، انا هقعد هنا. اوكي اتفضلي اتفضلي. ليديز فيرست اتفضلي. اهو اوكي، وهيكون في مقلب. لا مفيش. هو كرسي لذيذ جدا، لذيذ وبتقعد تلف عليه كمان، لذيذ من النوع جدا. هاي، ازيك يا جنى؟ الحمد لله. عامله ايه؟ ميرسي قوي على التقديم الحلوه دي. ده انا يعني، وميرسي انك قابلت دعوتي النهارده يا حبيبتي. ده انت تؤمري يعني. انا كنت سعيد جدا وانا جاي عشان اقابلك واعمل معاكي البرنامج، ودي حاجه يعني تبسطني قوي، وان شاء الله يعني هنبقى دايما نيجي مع بعض في البرامج. ميرسي. وانت ان شاء الله نعمل حلقه حلوه يا رب. باذن الله، البركه فيكي. جاهز؟ جاهز. اوكي. يس. بتحب الاطفال؟ طبعا. عندك قد ايه اطفال؟ عندي عمر وابراهيم. عمر قد ايه بقى سنهم؟ عمر عنده 5 سنين وشهر، وابراهيم عنده سنه. نفسك بقى يبقى عندك كام طفل؟ زي ما ربنا يعني يعوز. يعوز طبعا. نفسي بقى عندي كتير قوي. نفسك في بنات؟ طبعا. الولاد زي بعض، الولاد والبنات. طب عايز ولدين توأم وبنتين توأم؟ يا ريت كل مره يجوا توأم، مراتها هترتاح من الوقت. بس ممكن تتلخبطوا في اسمه. لا ما نقدرش نتلخبط، مفيش حد يقدر يتلخبط في اسم ولاده. يعني انت عمر مامي هتتلخبط في اسمك؟ طبعا لا. لا ما هو التوأم، عشان ماليش توأم انا. ما هو التوأم في سن بعض، قد بعض، ما في نفس الطول، ما بيتكلموا شبه بعض، صوتهم شبه بعض، مش عارف ايه، كل حاجة شبه بعض، لبسهم شبه بعض، يعني مش عارف ايه شبه بعض يعني. بس انا بغلط في اللي مش توأم اصلا. انا بغلط في اللي مش توأم اصلا. وانت عامل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي قاعد متسمر في الكرسي. شكلك مبسوط في الكرسي قوي جدا يعني. بس بحب الحركه، انا بحب اتحرك اكتر يعني. انت قاعده عماله تفركي من ساعه ما قعدتي ودبساني انا في الكرسي. انا كده ما بثبتش. ما حاجه لذيذه يعني، موفينج اول ذا تايم اهو. ما احنا ممكن بقى نقعد نلف انا وانت كده نلعب. نلعب. في حد من ولادك عنده موهبه صوت جميله يعني كده؟ عمر. عمر بيغني ولذيذ، بيحب عمرو دياب وبيحب محمد فؤاد، بحب كل اللي بيغنوا، هو لذيذ يعني. يعني هو يعني يعني عنده موهبه في الغنى، حافظ اي اغنيه لحد مثلا. انت بتفكر يطلع مغني يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا هو يعني مش عارف هو عايز يطلع ايه، هو بعدين بيقرر يعني. هو انا مش يعني مش هحدد له هو عايز ايه، هو بيذاكر وبعدين هو يختار. بس هو بيحب ساعات يغني لعمرو دياب. انت على فكره هو معايا هنا ممكن. انت ديمقراطي يعني؟ ديمقراطي جدا في الحاجات دي. هو معاك؟ تحبي تسالي انت؟ ممكن يجي؟ ممكن. طب اتفضل يا عمر. اتفضل يا عمر، تعالى. هو قاعد مع الجمهور. يا عمر شاي، سلم على جانا. اتفضل اتفضل. بسم الله ما شاء الله. عندك اتفضل. خد بقى المايك بتاعك عشان الصوت. اتكلم. اسألي بقى اللي انت عايزاه، هيريحني. مال العيال بقى مست الخلفة في البرامج اللي زي دي. انت يعني بتعرف تغني؟ يعني طب سمعنا حاجة. طيب المطرب اللي انت عايزه.
اقف احسن يا عمر عشان الكرسي ده. وعايزين تمثيل كده يعني. بس لا لا مش عايز اورطه. ما اقدرش. استنى استنى انا اقدمك الاول. معانا الفنان عمر لطفي. اتفضل اتفضل غني. اقف احسن. اقف. عايزين تمثيل وحركات. واقف بيبقى احلى. بص عايزين تمثيل وحركات يعني اعمل اللي انت عايزه عيش الحياه. ما اقدرش انا علاني شايفه وما جاش في بالي الرقه دي اه يا سحر عليه حاجه فوق خيالي ده حلمت يكون عشاني مش عايز حد تاني اتعلقت في ثواني يا حبيبي يا مصر ضف لي قلوب كتيرة ولا جرب قلب حيرة سلمت في يوم وليلة وامال بقى او صلحت عليه ولمست ايده. برافو برافو برافو. حيوم يا عمر حيوم. هاي بجد صوتك حلو قوي. انت صوتك حلو قوي على فكرة. عندك كم سنة اصلا يا عمر؟ 5 سنين وشهر. ما شاء الله. بتحب المدرسة ولا ايه؟ اتفضل اقعد. يعني تغلط غنى. بتحب الغنى جدا ولا نص؟ جدا يعني. باباك بيضايقك في ايه؟ في اي حته. يعني بيلخمك في اي حاجه لا عشان يعني ولا يعمل المظبوط يعني لا يعني بتلخمه بتشغله يعني. خليني اشغل حاجه ثانيه. طب اتكلم في المايك ينفع؟ طب اكتر حاجه بتضايقك ايه فيه؟ يعني بيذاكر ولا تقعد بطل شقاوه ومش عارف ايه بانش مش عارف ايه حاجات كده ايه اللي يضايقك فيه يعني؟ اللي يضايقني كله الحاجه يعني كل الحاجات اللي هي ما تتعفرطش. لا قول لي. هو بينط يقعد يتنطط على الكنبه طول الوقت وبيبقى مامته خايفه عليه فانا بقعد اقول له يا عمر بليز اقعد يا عمر بليز اقعد يعني ساعات سام تايم بس بنعمل حاجات مع بعض. بيديك مصروف كام يعني؟ ما يعرفش هو الفلوس. ما تتكسفش قول كل حاجه. كام تدي مصروف كام؟ هو ما يعرفش المصروف. عمر ما بياخدش. عارف المصروف يعني ايه؟ يعني فلوس. لا مش اديني ولا حاجه فلوس. حط حط المايك هنا. مش عايز يديني ولا فلوس ولا هو واحدة. ما يعرفش الفلوس يعني هو عارف بيجيب الجنيهات؟ كل حاجة. جنيه جنيه. محوش جنيه في حصلتك؟ جايب حصالة اصلا؟ اتكسرت. اتكسرت عشان انا كنت قاعدة عشان كده عشان كنت بيبي قاعدة اتكسر فيها كده. ما دلوقتي كبرت وقلت فممكن تجيب واحدة جديدة او تصلحوها تلزقوها بلزق سلوتيب مثلا. فكرة قبل تتلزق اللزق بيتفك على طول عشان اصلا ما عندهاش. عارف ليه؟ ما عندهاش. امسك حط المايك هنا وانت بتتكلم عشان ايه؟ صحيح انت بتلعب بوكس زي باباك؟ بابا هو اللي بيجيب. انا؟ بلعب ضرب بوكس؟ تلعب مع بابي؟ انا مين بيغلب فيكم؟ انا. هو ده حقيقي ولا؟ انا اللي بغلب. انت اللي بتغلب. برافو عليك. واضح برضو. طب بقى فرصة فرصة اسيبكم تتعرفوا على بعض اكتر. واستأذن. على فكرة هو عمر لما عرف ان انا هعمل ان احنا هعمل برنامج النهاردة قاعد يتفرج على الحلقات بتاعتك طول اليوم. وكمان الاغنية. احكي لها عملنا ايه في المطبخ النهاردة وكنت عايز تجيب لها. بيتزا. صحيح. بس انا كلتها كلها. يعني عملت بيتزا وكلتها. لا بابا قال اللي كنت عايز اديها لك. بابا كان قالها حط يعني المايك كلتوها مع بعض. لا هو كان بتاعتي. هو كان بتاعتي. هو كان اللي
اللي عملتها لي وانا سبت واحده لجدتي. طب عملتها ازاي يعني؟ قول لنا. حط المايك هنا. يعني احكي لنا انت عملتها ازاي؟ عملتها ازاي؟ وصفتها ايه؟ يعني ماشي. ازاي بتتعمل؟ رحنا جبنا ايه الاول؟ ماشي، جبنا عجينه بعدين تفردوها؟ نطبطبها. لا يعني نبططها. انا اقعد 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 اعمل لحد ما كبير. تقعد تخبط عليها كده وبعدين تفردوها؟ بعدين نفردها. امسك المايك كده طول الوقت وانت بعدين نحط على نحط عليها شويه جبنه، بعدين نحط عليها شويه طماطم، بعدين بيض، بعدين نحطها في الفرن. لا وايه تاني اللي قطعناها؟ اللي هوت ايه؟ هوت دوج. بصل وبصل كمان وزيتون. بس طب واللي طلعناه من العلبه ده اللي انت كنت عايز تقطعه ايه؟ اقول لكم فزوره حلوه اللي يعرف يحلها هيبقى شطور. ايه الحاجه اللي لما بتيجي تقطعها تعيط؟ السكينه. لا قول كده. حلو يا قول كده. طيب اتفضلي وانا جاي معاه. طب عندك حاجه يعني تقولها؟ ايه الحاجه اللي لما تيجي تقطعها تعيط؟ لا واصل مش بيعيط، وبابا مش بيعيط. عايز اقول لك حاجه. اقول لك ايه حاجه كده بتوجع العين لما بتيجي تقطعها؟ بصل. صح. زي اختي كانت بتقطع بصل عينها عندها عادة تعيط كده. طب انت سالوا بس بقولوا عليها. وهي قبل عينها لو عندك بصل. لو عندك حاجة روح اعملها واحنا قاعدين مع بعض. اتفضل. انا عندي بيت. طب انا عايز اعرف بيت باباكي فين بقى؟ وعندي بيبي عادي. ده مشاكل، ده بيبي بتاعي مشاكل. ابراهيم مشالك. استاذنكم ينفع نروح فاصل؟ ليه ما احنا منورين اهو. طب اتفضلي واحنا جاهزين. طب بنشكر عمر الاول جدا. لا ميرسي يا عمر. وانا مبسوطه قوي ان انا اتعرفت عليه وميرسي على الاغنيه الجميله. شكرا. ونروح فاصل ونرجع تاني في الليله مع جانا. رجعنا لكم تاني مع طبعا مع انكل محمد لطفي. اتفضل. انت كنت عايز تقول حاجه؟ لا ولا حاجه. انا يعني كنت فاكر انت تسالين على عمر. انا كنت فعلا بسالك على عمر وفجاه انكل. دلوقتي يعني اتفضلي. عايز اقول انت عمر من مواليد الفيوم. كلمني عن طفولتك في الفيوم. طفولة بسيطة جدا، ريفية في قرية وسط عائلة مصرية. فيها اجواء طبيعة حلوة جدا. عارفة اجواء ولا نقول ايه؟ عارفاها. يعني طبيعة غلابة واهل طيبين، ناس بسطاء وفلاحين ويعني ما فهمتش حاجه. ولا انا ولا انا حضرتك ما فهمتش حاجه. ما كويس يعني هنفهم. انت اتعلمت في الفيوم ولا اتعلمت هنا في لا هنا في القاهره. في ابتدائي. انت كنت شاطر في المدرسه؟ كنت شاطر طبعا لحد فترة معينة، وبعد كده ابتديت انسى بقى. البوكس بعيد عنك. اذاكر في اعدادي بالذات يعني ابتديت. بس كنت مهتم بايه اكتر؟ كنت مهتم ان انا لا يعني كنت مهتم بالبوكس ولا المدرسة والدراسات؟ كنت مهتم بالاتنين.
بس بعد كده كلهم بس بعد كده البوكس بقى اهتمام. طب في لعبة تانية حبيت انك تتقدم فيها يعني؟ ايه؟ في لعبة تانية حبيت انك تقدم كنت بلعب اختراق ضحية جري واخدت 17 16 على 8000 متسابق في ماراثون الهرم، وده رقم حلو قوي يعني، ما كانش حد يعني، ده رقم كويس. عملت كانوا 11 كيلو في نص ساعة و26 ثانية، وعندي دبلومة بيها من المدرسة الألماني، وكنت بلعب تجديف وباسكت بول. بس هو البوكس يعني بتتكلم ألماني؟ أكتر حاجة. لا هو أنا كنت، هو الماراثون ده اللي بيعمله مدرسة الألماني، الشهادة اللي أنا واخدها منهم من عندهم. ليك في الفوازير؟ مش دايما يعني، بس هقول لك فزور. اتفضلي. معانا قرد عايزين نحطه في التلاجة على 3 مراحل، نحطه ازاي؟ والله دي صعبة قوي يا جان. قرد نحطه في التلاجة على 3 مراحل. على 3 مراحل. احنا هنجيب موزة ونفتح التلاجة ماشي، ونيجي عند الباب. لا موز، موز نحطه ممكن في التلاجة. اوكي، ونفتح الباب هيدخل هو التلاجة، نروح قافلين دي بقى. اول حاجة حطينا الموز، دي اول مرحلة. تاني مرحلة فتحنا الباب، تالت مرحلة دخلنا التلاجة. غلط. امال ايه بس حضرتك؟ احنا اول مرحلة احنا نفتح التلاجة. اها. تاني مرحلة واضح ان عمر كان شايل عني حمل كبير والله. ونحبسه جوه. بعدين ما هيبرد كده. وتالت مرحلة نقفل الباب. لا هيبرد. ما احنا ممكن نخليها حديد. هنربطه بحديد. ازاي يعرف يفتح التلاجة؟ ما هو بيت التلاجة تقيل. طيب هقول لك حاجة. الطماطماية لما بتعطس بتاخد برد بتقول ايه؟ اي. لا كاتشب. كاتشب. صح؟ اوكي؟ اقول لك واحدة تانية. معانا فيل عايزين نحطه في التلاجة على 4 مراحل. الفيل هيدخل على 4 مرات. طب الفيل بياكل ايه؟ ده هنحط له ايه في التلاجة؟ السوداني. الفيل بياكل السوداني. لا التلاجة، التلاجة صغيرة قوي. طب احلها لك برضو. قولي لي. اوكي ماشي. اول مرحلة نفتح التلاجة. اها. تاني مرحلة اها نخرج القرد ده من التلاجة ونحطه في التلاجة التانية. بعد التالت مرحلة نحط التلاجة فوق الفيل. ما هو مش حاجة. بص ده انا قاعد في كرتون حضرتك. وبعدين رابع مرحلة. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اللي حد من هنا ده؟ توم وجيري بيجروا ورا بعض، عدوا من هنا دلوقتي اهو. بصي اهو لسه معدي ورا توم. طب بصي هناك، اللي هناك ده، ما انا حاسس انهم عدوا من وراك. صدقيني كانوا جايين البرنامج معانا في الحلقة اهو اهو. بصي هما خرجوا مع عمر. اوكي. بما عمر، ان عمر قال ان انت اكلت البيتزا اللي هو اللي انت عملتها لي. انت بتعرف تطبخ صحيح؟ تطبخ ايه بقى؟ هو يعني ممكن اي حاجة يعني، وساعات بعرف اطبخ يعني حاجات بسيطة. بس هو عمر ممكن في المدرسة بيعلموه يعمل ايه يعني؟ مامتي الله يرحمها، هي مامة عمر، هي مامت عمر. هي بتطبخ كل حاجة، بس بتعلمنا الادب بقى. ما بنعرفش نقعد نطبخ عشان بنبهدل لها كل حاجة. لكن بنقعد عندي في يعني المكتب. يعني بتساعدها في البيت؟ ساعات دايما. يعني ممكن تكنس او تغسل اطباق مواعين حاجات كده؟ لا مش للدرجة. مش عيب يعني. مش عيب. يعني بحاول بعمل كده، بعمل الطبق بتاعي يعني. بحاول. طب تيجي نغني كاريوكي؟ اوكي يلا يا ريت. اوكي نتسلى. تعال يا جنى هنا. عمي يا صاحبي الجمال،
ارحمني ده انا ليلي طار. عمي يا صاحب الجمال ارحمني ده انا ليلي طال وشوفني جمال على قد الحال يعوض صبر اللي طال. عم الصح الدحمبو ادي الواد لابو صعبان عليا الواد صعبان عليا ابو الصح الدحمبو ادي الواد لابو الواد عطشان اسقوه ما تشيل الواد بالارض احسن هيحصلوا بارد الواد ده لسه صغير قاعد في اللفه مغير ونلنلنلنلفه وعامل له زيته وزفه الواد لسه في اللفه وعامل له زيته وزفه ودخل العقل فافه اكمل شبابه اهو اهو امبو الساح الدع امبو الامبو التور اهو لا حلو قوي ميرسي يا جانا. ما موتش ولا جمله ده احنا كنا بنغني وبره التيمبو خالص يا جانا عشان انت صوتك جميل ويعني بتغني حلو وماشي على الاغنيه ما فوتش ولا كلمه برضو هخليك تغني اغاني كتير تانيه اغنيه تانيه حلوه قوي قولي لي عايزاني اغني كرباشاندي كرباشاندي اوكي ده حلو قوي سهله كركشانجي كركشانجي دبح كبشو محلى مرقة لحم كبشو كركشانجي دبح كبشو محلى مرقة لحم كبشو عكشو فركش نكشو طنش فركش نكشو طنش سلط سبع سلاطين استسلطناهم من عند المست سلطني اوادي يا سلطان يا مست سلطان اوادي يا سلطان يا مست سلطان تقدر تسلطن لنا سبع سلاطين زي ما استسلطناهم من عند المست سلطني يا مرق لحم كبشو سبع دبح كبشو يا محلى مرقة لحم كبشو عكشو فركش نكشو طنش عزت دبسناه من عند المست دبسين يا وادي يا مدبس يا مست دبس يا وادي يا مدبس يا مست دبس تقدر تدبس لنا سبع دبابيس زي مست دبسنا من عند المست دبسي الركشانجي دبح كبشو احلى مرقة لحم كبشو الركشانجي دبح كبشو احلى مرقة لحم كبشو عكشو طنش نكشو او ماي جاد ولا مستمد يا عمر او ماي جاد بقول لك ايه يا جنى انت المفروض نكمل انا بستمد طاقتي من عمر واضح الموضوع فيعني احنا مش عارف ممكن نخرج فاصل ها من حقك اتفضلي قد ما انت الفاصل سيداتي انساتي سادتي مع جنى الاموره ونستاذن من ايه استنونا بقى الفاصل والله هم هيمشوا ولا ايه استنونا بقى الفاصل ومحدش يتحرك من مكانه انتظرونا بعد الفاصل وجانا بتقول لكم ما حدش يتحرك من مكانه اوكي يس يا زيزو بنسقفكم مرحبا انت بقى بالجمهور اهو اهلا وسهلا بيكم يا اهلا وسهلا بسقف لهم معك ورجعنا لكم بعد الفاصل في الليله مع جان يا اهلا وسهلا بتحب الكابوريا؟ اه طبعا بتاكلها؟ وبغنيها كمان طب غني كابوريا كده؟ انا في اللابوريا الاها اها ايه؟ في لا ايه هنبكي عليه؟ لازم تاخد المايك احب اقف ولا اغنيها وانا قاعد؟ لا زي ما انت عايز براحتك زي ما حضرتك تقولي يعني انا تحت امرك انت المذيعة وانا مجرد لا زي ما انت عايز اوكي انا في اللابوريا الاها اها ايه؟ في ايه هنبكي عليه الاها ايه؟ از كابوريا
أز أز كابوريا لو أز أزون يا أز أز إيه الحكا بيكا بيكا دي ما تنفعش والبكا بيكا بيكا دي ما تقصدش يا ميت نجف عالمجدع اللي يديها ضهر وهي تلتش أز أز كابوريا أز أز كابوريا لو أز أزون يا أز أز إيه أبويا قال لي ارمي الشبك بك أمي قالت لي للبحر ياخدك شنجر بنجر ناو كل شي السمك مك أكل الكابوريا لا يعلى عليه أز أز كابوريا أز أز كابوريا أز أزوني ها أز أز إيه إيه رأيك؟ حلوة حلوة صح؟ حلوة قوي غنوة في متناول الأيدي. قولي ما فكرتش تغني قبل كده؟ كل حاجة أكلمك فيها الغنى ما بالصوت ده يعني بصي أنا ممكن أبقى مؤدي عارفه يعني مؤدي ولا لا لا ما انا يعني ممكن ادي بس انا يعني صوتي جامد كده واجش بس يعني زي مش حاسس ان انا مغني انا ممثل برضو بس. ايه كانوا في فيلم كده برضو كنت بتعمله في اسبوع كنت بتغني فيه كنت بتغني فيه كنت بغني انا ورامز وحماده انا عايزك تطلع واد مجدع وفي اي شده تكون اجدع من اي حد زيتك هيصحصح ويلمع قد قوي قوي رجوله ولا زيك حد ولا سبت ولا اتنين ولا تلات ولا وانا عايزك تطلع شيك رامز بقى تهرب من دي وتسلم دي واصحابك يحكوا عليك حاجه لذيذه قوي بحب اول الغنوه دي جدا طب تيجي نلعب وي انت ليك في اللعب صحيح وي الجيمز ماليش فيها قوي بس وي دي بالفرنساوي ولا ايه يعني احنا يا انتوا اللي كسبتوا انت كسبت مره ها بصي وانا بلعب ادوس على ايه وانت بلعب انت بتلعب بتدوس على ايه وتروح حادف ايه انا خسرت انت احذف كده لا احذف كده اول ما الكره تجيلك تعمل كده اوه لما الكره عليها انت اوه انا خسرت استنى شوي انا مش عارف مين اللي بيلعب مع مين والله يا رنا يا جنى يعني ده احنا طلعنا بره الملعب خالص ده انت اللي هتكسب اصلا هي الستة دي بتعدي حاجة انت هتكسب مش عارف ايه ده وبعدين يا رجل في ايه ده كويس اللي عرفنا نحافظ على الديكور بتاع الملعب كسبتكم شوية 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 صغيري اوهو العب العب هوبا ياه سارة الست اللي معاكي دي جامدة هوبا ده انا معايا لعيب زي الزفت معلش هوب هوب الست دي بتعدي لك حاجة اهي هي احنا اللي كسبنا واو 1-0 انا قلت ما تعديش الخط ده من اوكي ولو الكره ولو الكره عدت واو طب بص لا اشيل الكوبايه من هنا سوري ده في واحدة زيادة 1-2 اوكي هي عايزة بساطة في اللعب مش عايزة قوة تجيب جامد جدا برافو عليك
2 3 ليا صح؟ لا إيه، انا 2 وانت 3. طيب كويس، يبقى انا كسبت. انا معاك كوره. ياه با، لازم واحد منا يجيب 10. اوكي 4 3 4 4 3 اوكي. لا لازم لما تثبت اهي. سوري كل شويه سوري كل شويه طق. بص اللعبه مش محتاجه قوه، اللعبه محتاجه بساطه، يعني انك تحذف كده وخلاص، تحذف خلاص. انت بتحب تلعب ايه تاني غير البوكس؟ طيب بحب العب فايف. وانا بحب العب جيتار. وفايف وانا سي بحب العب جيتار، بس انا نسيت. لا كنت عايز اجيب لك الجيتار بتاعي معايا، كنت عامل لك غنوه بس معلش. والله كنت عامل لك غنوه كلامها حلو جدا. و طب ايه فاكر حاجه من الكلام؟ اه فاكره. طب اسمها سمعنا حاجه. اسمها خليكي بيبي ما تكبريش. اه والله فايف فايف. وانا اللي كاتب الكلام متعدين. وكان حسن دنيا هو اللي ملحنها. طب ينفع نطلع فاصل وترجع تغني لي الاغنيه مع ان انا هكسب؟ اوكي فاصل ونرجع لك تاني. وانا اللي دخلت جوزي. ودينا رجعنا لكم تاني مع الفنان. ايوه محمد لطفي. سياوي يا جماعه، قولي بقى الاغنيه اللي انت كنت مألفها. اسمها خليكي بيبي 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 زي ما انتي، وما تكبريش وما تفكريش وما تختاريش. بس كده كفايه بقى لحد النهارده، بكره الباقي. ولا كنت عامل لك غنوه اسمها خليكي بيبي بيبي وما تكبريش وبس وما تفكريش وما تختاريش غيري انا. احسن اجمل اجمل استني اجمل بيبي اموره زي جانا، وشفت بيبي زي اموره زي جانا، وعشان كده انا جيت البرنامج مع ليلى مع جانا. خليكي بيبي بيبي زي ما انت ما تكبريش يا جانا وما تفكريش، صورتك يا جانا جوه قلبي ولا ميت قفيش. ايه رايك؟ ميرسي قوي. لا خليك عادي. بس باللحن ينفع؟ خليكي بيبي زي ما انتي ما تفكريش، صورتك يا جانا جوه قلبي ولا ميت قفيش، ما تفكريش وما تختاريش غيري انا، عشان كده جيت البرنامج وابقى هنا. خليكي بيبي 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 ما تفكريش، صورتك يا جانا جوه قلبي ولا متقفيش، ما تفكريش وما تختاريش غيري انا، اجمل ببيبي ان انا امورة جانا. خليكي بيبي 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 وما تكبريش، خليكي كده يا جانا انت لذيذة اوي. كلنا بنحبك اوي ما شاء الله عليكي ما شاء الله عليكي. ايه رأيك نمثل مشهد مع بعض؟ والله اوكي يلا. اتفضل. طيب اتفضل انت اللي هتخرجي المشهد. ايوه. طب يلا قولي لي هعمل ازاي، انا ممثل جديد وانت حافظه المشهد. اتفضل اقف هنا. اوكي كده. وتديني الكلام على الهوا كده، عايزه تورطيني يا جنى. بص بقى معلش بقى، انت ممثل قدير يعني قدير. 5 4 3 2 1. بس اطلع قدام شوي اطلع قدام شوي اطلع قدام شوي. اهو كلمة السر ايه؟ طيب كلمة السر ايه؟ الدود في العمود. دي كلمة السر. طيب كلمة السر. اوه برافو عليكي. تاجرة طيب. مخدرات. اوكي انت المفروض تاجرة مخدرات. ستاند باي تصوير. يس. 5 4 3 2 1. كلمة السر ايه يا مامي؟ لا بجد بقى. طيب يلا تخوفيني. لا ما تخوفينيش. اكشن. كلمة السر ايه؟ الدود في النبوت. في الدود. الدود في العمود. عمود. اوه معلش سوري.
كان لازم تحفظيني ده قبل المشهد. الدود في العمود. لا بص يعني اللي هو تجريم مخدرين. تجريم مخدرين. يعني احنا مخدرين يا جنى ولا احنا تجريم مخدرات؟ تجريم مخدرات يعني بنبيع مخدرات. اه انت صعب قوي علينا بس يلا معلش. كلمة السر ايه؟ الدود في العمود. وده كان العمود مسدود. يبقى الحاج عبد الموجود مفقود. كده انت في الامان يا مان زي سوبرمان. وانت في الفسكونيا يا جونيا. صح كده؟ اوكي. قول يا معلمة طلباتك ايه؟ اوكي يلا من اول هنا. انت بتحب اعملهولك زي مين بيمثل؟ زي ما انت عايز. طيب طلباتك ايه يا معلم؟ طب اعملهولك زي توفيق الدين؟ طلباتك ايه يا معلمة؟ اللهم صل على النبي على التجارة. الثورة غيرت الدنيا خالص. يا طب اعملهولك بقى. بص اعملهولك حاجة تانية بقى لو مصطفى فاهم. واحلم لي يلا بقى ان شاء الله مفيش. لا بص اعملهولك بقى واحد ممثل تاني بقى خالص لو مصطفى فهمي بقى. مصطفى فهمي بقى هو اللي بيمثل معاكي. مش ممكن ابدا. حاجه غريبه جدا. معقوله بيبي زي دي تقلق؟ حاجه غريبه جدا مش مصدق. ابدا 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 ابدا. عايز مين؟ طب محمود الميجي المليجي. الضد في العمود. طلع موجود مش موجود يتوجد يا معلم. نوجده صح؟ صح. ها؟ خايفه مني. طب اقول لك بقى استاذ احمد زكي. ماشي. الدود في العمود يا جنى. شكرا جنى. اهلا يا بنتي. اهلا اهلا. ايه البرامج دي؟ صح؟ نعمل مشهد بطريقة يلا نعمل مشهد عايزة. نعمل مشهد اللي احنا عايزينه. اي كاركتر انت عايز. اللي انت تحبيه. الدقن. ايه يا معلمة. يهو يهو. امور يا جنى. كلمة السر. الدود في العمود يا معلمة جنى. واذا كان العمود مسدود. ايه؟ وإذا كان العمود فيه ماله العمود؟ إيه اللي سد يا جنى؟ طيب طلباتك إيه يا معلمة جنى؟ زي كل مرة تكوين واستك في الحتة ويجعله عامر. بس ده مش كتير يا معلمة ولا إيه؟ صح؟ يفتح الله واتكل على الله. الكلام أخده وعطى يا معلمة. عطمت وعزت ليت. قلت ايه؟ خلاص خلص ولخص. لا لا الا الله. ماشي كلامك يا علم. او انت كده يا صاحبي وحبيبي الكفاء. والله برافو عليك يا رنا. وانت اجدع معلمه في البطنيه كلها. تشكر. وانت فوق النمره واحد بواحد. بس يعني اول مره اشوف ست كده هي اللي بتبيع الصنف يعني طفله. لا ما يغركش ان ست. امال ايه؟ ده انا بالرويه ومحدش يقدر عليا. هو حضرتك مزنوقه في حاجه؟ شويه. مؤاخذه ست كلس انا لسه جديد في الكار. قصر الكلام. طب ما تخلينا في طول الكلام احسن. قولي. طب يلا قصر الكلام. جبت البضاعه.
موجودة يا معلمة. طب خبيتها فين؟ في الملاحة. طب والملاحة دي أمان؟ في الأمان يا مام. طب مين على الملاحة؟ بينا على الملاحة. يلا بينا وعلى الملاحة، على الملاحة وعلى دي وعلى الدرة. لا 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 اوكي. برافو. انا اللي متشكر يا جنى، انت زي العسل ما شاء الله عليكي. طلعت بقى. اتفضلي. بس برافو عليكي والله. حط عشان تستنى كده. اه خد. طيب زيتون، زيتون، خد زيتون. مرسي قوي. الزيتون اهو ده زيتون. اه ده زيتون. وده على ايام كنتوا بقى ده الزيتون يعني. اه ده كله كله طعمه حلو قوي والله. انت بتعمل ايه بالايام ده؟ ودي بطاطس. ودي بطاطس. اه اكيد دي كفته بقى سودا. فين دي؟ اه اه دي كفته. اه كفته سودا. اه وده ايه بتمثل ايه الايام؟ ده عنب. لا ده قمح. قمح. اه ودي مكرونه. دي مكرونه. دي مكرونه. ايه يا عمر؟ معلش عمر عايز ينام. ها يا عمور. احنا جينا عمر عشان احنا نخلص. طيب جود. وعايزين نسأله ايه رأيك في الحياة؟ جميلة. امسك المايك في ايدك. جميلة. اتفضل يا عمور. جميلة. بس هو يا هو العيد. تعرف تسمعنا ايه بقى قبل ما نخرج من الحلقة؟ اسمعك ايه؟ لا بس هو مش مطرب. بابي انت ممكن تساعده؟ اي حاجة. غني معاه حاجة. غني محمد فؤاد. يلا بينا. يلا. محمد فؤاد. يلا بينا. يلا يلا بينا. يلا 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 عمدينا. يلا 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 نفرح بنقول يا ما شاء الله. يا يلا بينا. يلا 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 حبيبي. يلا يلا نفرح. يلا بينا. يلا 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 عمدينا. يلا 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 نفرح بنقول يا ما شاء الله. ثانك يو.